السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد وحلقة جديدة في قناة يوميات عائلة حسن. النهاردة هنتكلم في موضوع برضو عن التعليم، أهم حاجة هنعمل اشتراك تحت الفيديو وهنفعل جرس الكل علشان يوصل لك كل جديد. مجلس الوزراء يصدر 4 قرارات بشأن التعليم: إلغاء امتحانات النقل، تغيير منهج الثانوية العامة، إلغاء القصة المقررة في اللغة العربية. هل الكلام ده صحيح فعلا ولا غلط؟ دلوقتي الكلام ده كان ناس كتير بتتكلم عنه على السوشيال ميديا وكله بتداول هذه الاخبار. طبعا مجلس الوزراء طبعا تواصل مع وزارة التربية والتعليم بشأن هذه الاخبار اذا كانت صحيحة ام لا. تعالوا نشوف وزارة التربية والتعليم عملت ايه وقالت ايه عن هذه الاخبار اللي هو بشأن الغاء امتحانات النقل وتغيير منهج الثانوية العامة والغاء القصة في جميع صفوف التعليم. تعالوا نشوف وزارة التربية والتعليم قالت ايه ونجيب لكم الخبر من مصدره. مجلس الوزراء تواصل مع التعليم وطبعا شايف الكلام ده صحيح او غير صحيح. طبعا وزارة التربية والتعليم نفت هذا الكلام، طبعا قالت ان الكلام ده غير صحيح بالمرة وكل دي عبارة عن اشاعات واجتهادات من ناس عايزين يطلعوا بس اشاعات وخلاص. بالنسبة للامتحانات، وزارة التربية والتعليم قالت ان الامتحانات ستعقد بنظام التقييم فقط للصفوف من كيجي 1 حتى الصف الثالث الابتدائي، اما بالنسبة للصف الرابع الابتدائي حتى الثانوي العام فان الامتحانات ستعقد في موعدها المحددة وفقا للخريطة الزمنية دون اي تغيير. وما فيش الكلام ده وما حصلش اي حاجة من اللي هو بيتقال على السوشيال ميديا. ده بالنسبة لالغاء الامتحانات. بالنسبة برضو الموضوع القصة والغاء القصة لجميع المراحل، طبعا وزارة التربية والتعليم قالت الكلام ده غير صحيح بالمرة، وقالت الوزارة ان الهدف من تدريس القصة هو اكساب الطالب المهارات اللغوية والفكرية التي تساعدهم في كتابة الموضوعات المختلفة. طبعا وبتحذر من الانسياق وراء هذه الاشاعات التي تستهدف تضليل الطلاب واولياء الامور وافساد العملية التعليمية. اما بخصوص المنهج الثانوية العامة المقرر هذا العام كما هي دون اي تغيير او اختلاف عن العام الدراسي السابق، طبعا وزارة التربية والتعليم بتناشد اولياء الامور والطلاب عدم الانسياق وراء هذه الاشاعات التي طبعا بتستهدف حاجات كتير جدا، ولازم اي معلومة اي حاجة يا جماعة تاخدوها من المصدر بتاعها. طبعا ديت النهاردة كانت 3 اشاعات طالعين، يا جماعة ناخد اي حاجة من مصدرها الصحيح من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم او من خلال مجلس الوزراء الصفحة الرسمية. كل هذه الاشاعات طبعا غير صحيحة بالمرة، فانا حبيت النهاردة انزل لكم الخبر دوت المتداول في السوشيال ميديا وفي جميع المواقع. شكرا يا جماعة، اهم حاجة عايزين نعمل مشاركة للخبر دوت عشان كل يعرف الحقيقة ان الكلام ده غير صحيح بالمرة. هنعمل اشتراك تحت الفيديو او تحت الفيديو اللي هو موجود، بعد كده هنفعل جرس الكل علشان يوصل لك كل جديد واي اخبار جديدة توصل لك في الحال. شكرا يا جماعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.